صباح الخير دكتور. صباح النور كمان من جديد، رمضان كريم. مرسي على بالبدايه بدنا نحكي عن قصه الاولاد والصيام، يعني قد ايه بيربي النفس عند الكبار، وطبعا بنربي اولادنا من هن وصغار على هالطريقه هيدي يلي بتجيب كثير من الايجابيه جسديا ونفسيا بالتحديد. اليوم رح نحكي نفسيا اكثر، شو القيم يلي بعلموها طبعا الاهل للاولاد ليخدوها من شهر رمضان المبارك خلال فتره هالصيام، وطبعا خلال فتره الصيام عند الطوائف المسيحيه. لنبلش فكره التربيه الايجابيه، اهم شيء يكونوا الاهل واعيين انه الهدف دائما يرجعوا يوعوا ويركزوا على القيم، خاصه بهالايام السريعه، بالايام يلي في كثير سوشيال ميديا، الولد كثير بيضيع وقته يمكن على الهاتف الخلوي، عم بيشوف رفقاته كثير، عم بيصير في نوع من الغضب يمكن من المشاكل اليوميه، عم بتاثر على صحته النفسيه، عم بيصير في تنمر اكثر، عم بيصير في حديه كثير، اهمال شوي للدرس، للاولويات، ما في كثير تنظيم وقت، وفي فراغ ووقت ضايع كثير. لنرجع شوي من الاسس انه يمكن واحد يستغل شوي الفرصه، اذا عم نحكي مثلا بشهر رمضان وبلشوا الاولاد يقولوا انه في اشياء بدي اقتنع فيها، وهون بتبلش فكرة القناعة، عندي وقت ما بقدر أكل فيه، وبالتالي بقتنع للموضوع، برجع بنمي شوي الفكرة في أشياء أمور بدي أقبلها، وهون كل ما واحد تقبل الأمور برجع بيخدها يمكن للمدرسة أكثر، في أشياء ما بحبها بدي أدرسها بدي أقبلها، في أشياء صعبة بالحياة بدي أتقبلها، هي أول نقطة التقبل والقناعة. النقطة الثانية بالنسبة لدقة الأمور كمان مهمة، يعني إذا بتلاحظ يمكن إذا بلشوا الأولاد أنا ما في أكل بعد ساعة معينة ودقيقة معينة ولازم أنطر لأكل لوقت الإفطار اللي هي دقيقة كمان محددة، فالفكرة أنه الدقة ببعض الأمور أنه أنا بدي أنتبه لأكثر كمان نقطة مهمة. قصة أنه الولاد عندهم دقة بنظام الوقت، أنه بهالوقت كيف أنا بدي استفيد من وقتي أكثر، يعني أنا بعرف أنه هذا الشهر ما فيه كسل، ممنوع الخمول، وبالتالي أنا هلأ بركز تركيزي أكثر شيء على كيف بدي أنظم أموري، كيف بدي يكون في توازن بين درسي وبين يمكن يعني تعاطي وأهلي. يعني من أول الاهتمامات هي للأهل للأولاد هو تعليم أهمية قيمة الوقت وأهمية تنظيم الوقت من خلال الصيام خلال شهر رمضان. طبعا هون كمان ننطلق من هيدي الفكرة لأنه نعطي لكل شيء حقه خلال هذا الشهر من خلال أنه نعلمهم الصيام، يعني الصيام غير إفادته الجسدية والروحية، في إفادة تنظيمية، في إفادة أنه أنا عندي وقت، وهو ببلش بقوله طب هيدا الشهر كيف في استفيد منه أكتر شيء، هل بقدر أتخلى عن بعض العادات السيئة كتير بضيع وقتي على السوشيال ميديا، هل بقدر انتبه لنفسي أكتر، كيف بدي أحط أولوياتي، كمان في وقت للعائلة يمكن بقدر ساعد أهلي قبل الإفطار فبيكون فيها الجمعة مع العائلة، يمكن بقدر ساعد الآخرين هون كمان برجع بنتبه كيف بقدر نمي أنا فكرة الطاعة ونمي المساعدة للآخرين، بنمي الامباثي أو هيك التعاطف مع الآخر من خلال كيف الولد يشوف أهله يمكن عم بيساعد أو عم بيفطر يتيم، عم بيساعد الآخرين، هاي نقطة كتير مهمة كمان من خلال هن كيف عم بيكونوا معه وهن كيف عم بيطلبوا أن يكون الجو بالبيت بيساعدهم على حياتهم، بيساعدهم أنه هول الأمور ياخدوه معه كمان لبعد رمضان. قصة الترانسفيربل سكيلز كتير نركز عنها، أنه أنا مثلا عم بركز برمضان أنه تركيزي على أولوياتي، طب هل أشي عم بركز انه ممنوع الكذب، بعرف عامه ممنوع الكذب برجع بشدد اكثر عليها انه بدي انتبه للمصداقيه حديثي مثلا بهالحكي، بعرف انه انا ما فيني اجرح رفقاتي، ما فيني اتنمر عليهم بالمدرسه، بس أنا في كيف فيني كفي عليهم، انه كيف نحن من خلال الصيام مندرب الولد انه اهتم باولوياتك، في قصص ما بتتاجل وقصص بتتاجل، شو المقصد فيهم؟ وين الصيام له علاقه بالموضوع؟ اليوم وقت اكون انه هيدا شهر اولويات، شهر طاعه، شهر بعرف حالي شو الامور اللي لازم اعملها هلا وقت الاكل، هلا يمكن وقت السحور، هلا في عندي وقت لعائلتي، هلا حلو يكون في رابط مع الاصدقاء والعائله، في وقت لاعرف اليوم وقت نحكي الصيام انه انا عم بهذب نفسي انه
اقبل الامور الصعبه، وبالتالي هون بقدر ارجع غذي هالفكره ونمي ذاتي على تقبل الامور الصعبه بحياتي مثلا بالدراسه. انا بعرف انه بهالفتره في صفاء ذهني والعلم اثبت لانه ما في اكل في اكسجين في تركيز اكثر، بالتالي بقدر احفظ، بصير بنتبه لحالي اكثر، انا امتى الوقت اللي عندي انرجي اكثر، امتى الوقت اللي بقدر ركز فيه اكثر، بيكون عندي هالوعي. بنشتغل كثير على المايندفولنس بهالاوقات لانه من بعد شوي من كل هالامور اللي بتلهي بهالايام، لانه بنكون عم نركز اكثر على الفاليوز، على القيم، على الامور المهمه الاساسيه بالحياه. وخاصه انه الاهل امرار بيقولوا انه يلا تحمل مثلا العطش والجوع كل هالشهر، فالفكره انه نحن عاده العاده بنعرف بدنا لنبني عادات جديده بدنا 21 يوم على الاقل، فبنغتنمها فرصه اكثر بتربيه والعلاقه مع الاولاد انه انا هالفرصه بقدر اشتغل عليها. حبيت الفكره، الواحد ليبني عادات جديده بحياته بده 21 بدنا يوم. على الاقل 21 يعني نحن لنتعود يصير علينا اهون صيام هي بعد 21 يوم؟ لا، لنتعود مثلا الاشخاص اللي بدهم يخففوا من عاده سيئه بده الامور 21 يوم، مشان هيك بعض الامور الاشخاص ببلشوها قبل رمضان ليكونوا جاهزين اكثر. انا لاعرف حالي اكثر. أيوة. لجرب كيف حط الاولويات، بعدين فكره الشهر انه الشخص بده يصون لسانه كبير، فبالتالي مهم انه انا مش بس عم صوم عن الاكل والشرب، عم صوم عن الكلمات والتعصيب والغضب. هون فكره انه انا بدي ركز، يعني هون اهميه احترام الاخر وتقبل الاخر اللي بنركز الاولاد. صحيح، اللي هون بنركز الاولاد على قله يعني عدم التنمر، الاشخاص اللي بتنمروا كثير، اللي عندهم غضب، اللي عندهم تعصيب بالمدرسه، بيرجعوا شوي بالعائله وبنقول بدك تنتبه هالفتره، يمكن انت صايم، يمكن انت عارف اهميه انه ما فينا ناذي الاخرين، لازم يكون في احسان للاخرين. هيدي نقطه كثير مهمه لنرجع نولد فكره انه محبه الاخر، الاحسان لرفقاتنا، نتعاطف معهم، ما فينا نستقوي عليهم. اليوم كمان الصيام بيفرجيك قد ايه امرار فيك تكون هيك شخص ضعيف ومتواضع و تشتاق لأبسط الأمور وبدك تركز على النعم بحياتك، وبالتالي كيف فيك يعني تتغلب على الأمور الصعبة وتقول لا أنا شخص بدي ساعد الضعيف، ما بدي استقوي عليه، وبعرف هيك حجمي، بعرف أنه في أمور يعني أنا بنهي إنسان بدي أشتغل على تواضعي أكثر. كيف يساعد هذا الشهر الفضيل أو فترة الصيام عن طوائف المسيحية الأهل لأنه يخلوا أولادهم ينظموا حياتهم الاجتماعية والنفسية بأي أسلوب بأي طريقة؟ هون هل هي بتلعب دور صلة القربة وصلة الرحم وهالقصص؟ مثل ما قلت هلأ فترة الصيام للجميع، يعني كيف نرجع نشتغل على الوحدة؟ بنحس كلنا مرئين بفترة طاعات، كلنا مرئين بفترة صيام، كلنا عم نرجع نشوف أولوياتنا، كيف عم نبعد عن الأمور اللي بتلهينا يوميا، يمكن كتير كل الوقت كيف بدنا ناكل، شو بدنا ناكل، لا رجعنا نفكر بالآخرين، رجعنا نفكر بالأشخاص اللي ما عندهم يمكن هالأكل. فكرة انه نرجع نوحد الـ يعني العالم بين بعضه، وهيدي التربية بتصير انه كيف انا بدي اقول لأولادي انه انا بدي حب الكل، بدي عندي كلنا عنا نفس القيم، كلنا عنا محبة الاخر، عنا اولوية الوقت، كيف بدنا يعني نستغله الطاعة، قدي بتقوي تغذية النفس. كتير بنفكر انه الشخص اللي يمكن عنده نوع من الدبريشن، الولد اللي دايما معصب، اللي عنده هالامور السوداوية بحياته، بيرجع بفكر بالامتنان، ابسط الامور، الاكل اللي انا كنت اخده تحصيل حاصل وكنت اكله يوميا، كيف برجع بنتبه، خاصه بالطوائف اللي كمان بقولوا انا ما بدي اكل الاشياء اللي بحبها، وبالتالي عارف انه هالامور فيها جهاد النفس وصعبه علي. نشتغل على فكره غير التهذيب النفس، تقويه الشخصيه، ويكون في ثقه انه واحد بيقدر، اذا انا قدرت اتغلب على الشهوات، قدرت ابعد شوي عن الأمور اليومية، بالتالي أنا بقدر أتغلب على المصاعب، بالتالي الأشياء الصعبة بعرف أنا إذا قدرت صوم هلأ بقدر يعني أعمل أمور تانية. يعني بتستمر معنا لما بعد شهر رمضان وبعد فترة الصيام. وهي اللي delayed gratification. يعني أنا حتى من خلال فترة تنقول الصيام عند الجميع بقدر أقول أنه أنا مثلا بعدين بأجل اللعب كرمال الدرس، أو بأجل الظهرة مع رفقاتي لأنه حابب أقعد مع أهلي. فكرة أنه أنا بركز على الأمور long term أكثر، وبقدر
انه هذب نفسي، بقدر يكون عندي ثقه، اضبط نفسي، اضبط اعصابي، اضبط الغضب شوي عندي. هالانفعال الزايد بخليني شوي ارجع اقول انه اوكي انا اذا قدرت هلا بقدر كفي بعدين. اذا عرفت انه نظم وقتي، اذا عرفت انتبه للامور بحياتي، بقدر خليهم معي واخذهم على كفي معهم بعادات جديده. اوكي، لكن في عنا تربيه النفس اللي حكينا عنها، هي ضبط النفس كمان مهم، تطوير الذات هون كمان من خلال كثير من الامور يعني الانضباطيه يلي بنعملها، حب التعلم. شو المقصد بحب التعلم؟ نتعلم شو؟ القصص الروحانيه، قصص الحياه وقواعدها. من فكرة القصص الروحانية، كتير الأديان ركزت على أنا بدي أعرف ديني أكتر لأقدر أحبه، بدي أعرف الاستفادة يمكن والهدف من الصيام لأقدر أتغلب على الشعور بالعطش وأتغرب على الأتعاب، بدي أعرف أنا كيف مساعدة الآخرين بتأثر علي بطريقة إيجابية. فالمعرفة بتبدأ يمكن بالأمور الروحية وبنتقلها معي، أنا عندي هالكوريوزيتي، هالفضول أنه أنا أتعرف على أمور أخرى. بعرف انه بالدين الشخص بيقول دايما، يعني الدين دائما بحمس انه واحد يقوى، دائما يحسن حاله، دائما يتغلب على الاكتئاب والحزن، وبالتالي كمان نفس الشيء بخده لحتى كفي فيها بحياتي، كفي فيها بالمدرسه. بعرف انه رغم كل الظروف لازم انا يكون عندي وقت للدرس، وبعرف اهميه الدرس، يعني برجع بركز على ليه أنا عم بدرس، ليه أنا عم بحقق ذاتي، ليه الهدف من الديانات تطوير الذات، الهدف أنه احترام الآخر. هو القيم كلهم بنقلهم أنا معي على أمور. قبل ما تدرسي علم النفس كنت تفكري بهالطريقة؟ كنت براسك مثلا من بعد شهر رمضان أو من بعد فترة الانضباط والصيام وكل هالقصص هيدي كنت تقولي براسك أنه تعرف؟ بلشت بالعيلة، لأنه شفتها بالعيلة، شفت أهمية الرابط الاجتماعي، القيم الأخلاقية اللي تعلمتها أنا من العيلة وكفيتها بعدين. وبعدين صرت أقول طب أوكي أنا إذا في أشياء بقدر أتعلمها أكتر، بقدر أعرف أنه اليوم الدين كتير حكي عن البوزيتيف سايكولوجي، حكي عن المايندفولنس، حكي عن الفوكس على الويلبينج، حكي على اللاك أوف ديبريشن، لأنه أنا بعرف أنه في قوة عم بتساعدني، حكي عن أنه بعد كل مشكلة بقدر أرجع أتغلب وبقدر أرجع أوقف، وبالتالي في ريزيلينس. في كتير أشياء بتربط الدين، بتربط القيم، وبتربط علم النفس لتهذيب النفس، لتحسين الشخصية، لحس واحد حاله دايما هيك قادر ينتبه لأفكاره السلبية، يتغلب عليها، يشوف الأمور بغير طريقة، يساعد الآخرين، يبعد شوي وقت يشوف أنه بيقدر هو يكون مساعد، في حدا عم يبتسم بعد ما يقعد معه، في حدا نفسيته أحسن، أكيد بتأثر كتير. فدايما منقول التربية بتبلش من الأهل، بتبلش بيصب على مطرح واحد، بيصب على الإيجابية، بيصب على الأمور، يعني بيصب على الرضا، بيصب على القناعة، بيصب على محبة أنا بريد الخير لغيري كمان، أنا منيح مع حالي، بعرف قيمي رغم كل الظروف اللي عم بتصير، بعد عندي طيبة القلب، بعد عندي هالمحبة، بعد عندي الشغف أنه أتعلم رغم كل الظروف، بعدني بعرف أنه بعد كل مشكلة بقدر ركز على حالي أو ثقتي بنفسي لأتغلب على الأمور الصعبة وكفي دايما بالحياة. بعرف في وقت للحزن، بس بنفس الوقت في وقت أنه أنا ارجع هيك انتبه شوي لاساس الحياه. وهيدي فتره يعني فتره الصيام عند الجميع فكره لواحد يرجع يشوف شو هي الامور الاساسيه والمهمه بالحياه اكثر. دكتور ديالا ثانك يو، بشوفك ثلاثه جن على رد موضوع جديد. انا بدي اقول لكم انه التربيه النفسيه مهم كثير لاولادنا، لانه تعودون على هالقيم والمبادئ بالحياه، لانه انتم بتشوفوا النتائج بعدين وبتعود لكم، لانه بس تكبروا انتم بحاجه لاولادكم طريقة معينة، بأسلوب معين بحياتكم. صدقوني هيدي الأمور بتعود بالمنيح لألكم، يعني ما انخلقت هيك عبثا، انخلقت لسبب أساسي ورئيسي بحياتنا، أنه نضبط نفس أولادنا، نضبط تربيتهم وننظم لهم حياتهم، فرجين أولوياتهم، نخليهم يصوموا، يكون عندهم روحانية كتير عالية، هيدي كتير مهمة، يطوروا ذاتهم كتير مهمة، يتحبوا، يتعلموا الأمور الإيجابية، يسامحوا، يثابروا بالحياة ويجتهدوا ليقدروا يوصلوا لأهدافهم، يعطوا مش بس ياخدوا، هي كتير مهم، العطاء العطاء وثم العطاء، يكونوا صادقين، يكونوا ممتنين، والامتنان كتير مهم، ويقدروا الحياة اللي عايشينها، هيدي شغلة مهمة.